وفي سياق الاحتفالات بحلول السنة الجديدة وعيد الميلاد المجيد، تميزت العاصمة الأوكرانية كييف بمعرض لباقة من أجمل أزهار العالم عرضت للزوار بعد تجميدها ضمن منحوتات جليدية. فإلى هناك. لأول مرة تحتضن العاصمة الأوكرانية كييف في هواء شتائها القارس معرضا غير عادي للزهور حمل اسم زهور ملكة الثلج. 10 باقات مختلفة من الزهور توضع داخل منحوتات جليدية، وذلك بعد تجميدها تدريجيا في ماء مقطر لمدة أسبوع قبل أن يتم عرضها. أوليكسي بوندر منظم المعارض أوضح ملامح هذه العملية الدقيقة. أولا يتم تنسيق باقات الزهور، ثم توضع عليها الطبقات الجليد في غرفة خاصة تبلغ فيها درجة الحرارة نحو 25 درجة مئوية تحت الصفر. وتزين كل منحوتات معروضة نحو 250 كيلوغراما. ويقول المنظمون إن أكثر من 1000 من أنواع الزهور المختلفة من جميع أنحاء العالم يتم عرضها، بما في ذلك الورود وأوركيد وبخور مريم والقرنفل. يعجبني هذا المعرض كثيرا، إنه أمر غير عادي عندما يتم تجميد الزهور، وطريقة التجميد مثيرة للاهتمام أيضا. بالطبع هذا شيء جديد، أنا لم أشاهد في حياتي أي شيء مثل هذا حتى الآن. أما ختام المعرض فورد كذلك، إذ تمنح معظم الأزهار للراغبين باقتنائها، فيما يؤكد المنظمون أن باقات الزهر هذه في حضنها الجليدي قادرة على البقاء حتى في درجات حرارة مرتفعة. بولينا ليانوفيتش، روسيا اليوم. والآن